القمح أحد المحاصيل الزراعية التي كانت ولا تزال تشكل مصدرا من مصادر الرزق للمزارع العماني. وبعد أن أينع الثمار وحان قطافه، يتم حصاده وتجميعه في قوالب عديدة تمهيدا لإدخاله في هذه الآلة التي تقوم بفرز الحبوب ليتم إدخالها في هذه الحاويات. وزارة الزراعة والثروة السمكية طبعا اهتمت موضوع الحصاد اهتمام كبير، زين، وعملية الدواسة، لأن المزارعين يعانوا يعني سابقا من عملية الدواسة، لأن السبب لهم إجهاد كبير جدا حقيقة، اللي هي الطريقة التقليدية، ولكن الطريقة الحديثة الحين باستخدام الميكنة الزراعية الحديثة، فالوزارة حقيقة وفرت لنا دواسة قمح زين موجودة هنا على مستوى المحافظة، وأي مزارع موجود معانا يعني عنده اهتمام بزراعة محصول القمح وحاب انه يستفيد من هذه الخدمة اللي قدمتها وزارة الزراعة، فالدواسة ان شاء الله ممكن يستفيد منها. وزارة الزراعة والثروة السمكية تسعى جاهدة لانتقاء اجود انواع القمح المحسنة منها والمحلية ونشرها بين المزارعين. في السابق كنا نعمل على حراسة الحيوانات والناس الآخرين، الحمد لله اليوم كانت وسيلة حديثة وسهلت علينا كل موضوع. احنا إن شاء الله أن باهتمامنا هذا نقوم بمساعدات مع وزارة الزراعة ونهيئ كل بما كان يطلبوا علينا من وسائل لكي يقوم هذا المشروع وينتج إن شاء الله ونستفيد منه. من جهتهم يتطلع المزارعون إلى تحسين بعض الخدمات التي من شأنها أن تعود بالنفع عليهم في هذا المجال. نطلب من وزارة الزراعة توفر لنا وسائل تريحنا، لأن العاد لحد الآن نعيد تنظيفه وتصنيعه هذا ثاني مرة، لأن المعدة الموجودة هذه ضعيفة في طريقة الحصاد هذا، كل الأوساخ والأشياء هاي تظل معه ما تصفي ما تعمل تصفية حلوة بشكل صحيح. أنور بن زاهر الغريبي من ولاية محضة محافظة البريم.